كما أفاد مراسلنا باستشهاد 3 أشخاص بينهم طفلة وامرأة وإصابة آخرين إثر غارات إسرائيلية استهدفت شقة وخيمة تؤوي نازحين في دير البلح وسط قطاع غزة. وشيع فلسطينيون من مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح جثمان 4 شهداء بينهم طفلة وامرأة إثر غارات إسرائيلية استهدفت منزلا وخيمة تؤوي نازحين في دير البلح وسط القطاع. في جنوب غزة أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 7 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربية مدينة خان يونس. في مدينة غزة استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون بينهم أطفال في غارات إسرائيلية مختلفة على المدينة، وأدى قصف إسرائيلي على محيط مفرق الأمن العام غرب مدينة غزة إلى استشهاد 4 فلسطينيين، كما استشهد 2 آخران في قصف من مسيرة إسرائيلية على فلسطينيين عند مفترق بهلول غرب مدينة غزة.